السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة، وأي شخص يقدر يدزلنا رسالة أيضا على رقم الواتساب إذا ما تمكن من الاتصال بنا لأي سبب كان. أتمنى تكون الرسالة مطبوعة باسمه ومكانه على الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب، نقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. مشاهدينا الكرام، نبدي حلقة اليوم، وأول ملف ويانا هو ملف الجفاف بالعراق والأزمة اللي دا تصير بالعراق اللي دا تأثر عليها. أزمة المياه بالعراق دا تأثر على سبل عيش الملايين من سكانه، بل دا تأثر على كل سكان الشعب العراقي. هذا اللي دا يؤدي إلى تلاشي الوظائف، دا يؤدي إلى نزوح، دا يؤدي إلى هجرة جماعية من أماكن إلى أماكن أخرى، دا يؤدي إلى وجود عدم استقرار اجتماعي واقتصادي بالبلد. عرقلة قلة المياه إنتاج المحاصيل الزراعية، وأدت إلى فساد بعض المحاصيل الأخرى، وحدت من وفرة مياه الشرب والغذاء إلى المواشي، وأرغمت العديد من الأعمال اللي ترتبط بالزراعة أن تنغلق. بهالأثناء أكد تقرير معد من قبل المنظمة الدولية للبحوث عن وجود تناقص حاد بالحصص المائية الواصلة ضمن حوض نهر الفرات، واللي راح توصل إلى 32 مليار و140 مليون متر مكعب بالثانية بحلول عام 2040، مقابل احتياجات العراق اللي راح تبلغ بوقتها 23 مليار متر مكعب. التقرير يقول أن الواردات النهائية للنهر ما راح تكفي أن تغطي الاحتياجات الكلية إلى الناس. هذا الشيء اللي راح يؤدي إلى خسارة العراق موارد النهر بالكامل. عراقيون الدولة على مواقع التواصل وعلى منصات التواصل الاجتماعي صور لجفاف حوض نهر الفرات في محافظة ذي قار، وهذا اللي راح يبين لكم مشهد الخطر أو حجم الخطر اللي بين أن هذا المشهد واللي صار يهدد مستقبل بلاد الرافدين. خلونا نشوف. هذا اللي تشوفوه أمامكم كل شيء يتسمى إلا نهر، لأنه المستنقع بأماكن بأعمق من هذا العمق، والساقية كذلك. كل شيء كنا نتخيل إلا أنه بلاد الرافدين، واللي تسمى بلاد الرافدين لأنه أكو رافدين بالبلد دجلة والفرات، يوصل به الحال أنه في يوم من الأيام يفقد الرافدين. زين إيش راح تسموه؟ بلاد الرافدين الجافة؟ منظمة المياه الأوروبية توقعت أيضا هاي الفرات، توقعت جفاف نهر دجلة بالكامل سنة 2040 كذلك، لأنه النهر ده يفقد سنويا ما يعادل 33 مليار متر مكعب من مياهه بسبب السياسة المائية الخاطئة المتبعة من دول المنبع. ويشير التقرير إلى أن العراق وبحال عدم تمكنه من إتمام اتفاقات دولية تضمن إلى حصص المائية بشكل كامل، فانه بمقابل هذا الشيء على ما سماه انه راح تصير كارثه حقيقيه، راح تلحق بملايين الدونمات الزراعيه بالبلاد، وهذا اللي يعني تحول العراق الى جزء من صحراء الباديه الغربيه خلال مده ما تتجاوز 35 عام المقبله. طبعا بالاثناء الدوله ورواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لاثار الجفاف بنهر دجله، ورا ما تمكنوا مواطنين من عبور النهر سيرا على الأقدام بمنطقة العبايتشي بقضاء الطارمية شمال العاصمة العراقية بغداد. خلونا نشوف.
هذا نهر دجلة اللي كانت العالم تغرق بيه ببغداد من العمق والروج والتيار، واللي الناس كانت ما تقدر تعبره، واللي الناس كانت تخاف منه، واللي الآباء كانوا يحذرون ولدهم أن يسبحون في بعض مواسم السنة بسبب التيار، خصوصا في موسم الفيضان اللي كان يصير. لكن اليوم الناس تقدر تعبره مشي. فسأي أب ما يخاف على ابنه، ليش؟ لأنه المي ماكو. إذا لاحظت هنا أكو أماكن طالع من أدها القاع مال نهر. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود أنا من فيسبوك هدى شهاب تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل بكل من سعى لدمار هذا البلد العظيم. أما أبو مروان العبودي يقول: وين وزير الموارد المائية؟ وين المفاوضين؟ وين الخبراء؟ وين المسؤولين؟ بس كراسي ورواتب 42 نهر من الجانب الإيراني، ودجلة والفرات تم تقليلها إلى أقل من النصف، إحنا شعب شنو بدينا؟ ظافر وادي يقول: ابقى وزير الموارد، لا تكري دجلة والفرات، ولا تحفر وتعمق تعمق البحيرات والأهوار، ولا تبني سدود، بس لغف وحرام. إيش راح تقولون لله يوم القيامة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فراس العقاب يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، الله ينتقم من كان السبب في دمار البلد. وكانت هاي تعليقات الناس حول قضية الجفاف اللي تناولناها بكثرة في برنامج صوتكم، بسبب التحذيرات اللي دا تطلع بين فترة وفترة من منظمة مهتمة بشؤون المياه، من ناشطين بيئيين، من جهات رسمية، من جهات دولية، من منظمات دولية. لكن المشكلة أنه لحد هاي اللحظة مدى نشوف لا وزير لا مدير عام لا مسؤول لا أحد يفكر ويطلع ويقول أنه بالعراق أكو نهرين. ذني النهرين ومعناها أنه مجرى من الشمال للجنوب وبس، ويلتقن بجوة قل علي بيك. المشكلة أنه ذني النهر يعني يعتمدون عليها مربين المواشي، يعتمدون عليها الفلاحين، ويعتمدون عليها الناس. لأن الزراعة تريد مي حتى تسقي الزرع ماتك، والمواشي تريد مي حتى تسقيها، وبعض قطعان المواشي مثل الجاموس مو بس سقاية، لا تريد مي حتى تقدر تعيش كمواشي. فأنت تخيل إذا ذني جفن، ذني إيش راح يصير بيهن؟ عبد الرزاق من باب الحياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ أفل، العراق يسمونه بلاد يسمون العراق بلاد النهرين. نعم. أي بلاد الحضارة. نعم. إذا النهرين جفن. نعم. فبعد أي حضارة ما كل العراق، يعني حضارة العراق من مشتقة من وجود النهرين. نعم. نعم دجلة والفرات. لكنه العملاء والخونة والمتزقة اللي يحكمون هذا البلد. نعم. كل همهم وكل ديدنهم بأنه يقضون على تراث العراق، حضارة نعم. العراق بتجفيف الأنهار. نعم. فهذا صدقني هذا من الأولويات اللي عندهم. وإلا تعال يعني بلد مثل العراق يملك نهرين ويجفن، وإنت والله باقي على الكرسي، الكرسي أهم لو الشعب أهم. نعم. يعني هذول ما يفكرون بالمواطن، يفكرون بأنفسهم، يفكرون بمصالحهم، لأنه ديول وعملاء. يعني إحنا شفنا رؤساء بلدان لما يصير خلل بالوزارة مالته، بالدولة بالحكومة مالته، قد الاستقالة. اليوم العراق يتعرض إلى يعني شلون هجمة من قبل الدول المجاورة لاستغلال موارده، نهب خيراته، قطع المياه من قبل إيران، من قبل تركيا، والساسة العراقيين ها مرتاحين لهذا الوضع. ولا كأنما عندنا سياسيين قلبهم يحركهم على العراق. هذا دليل على أنه هم ناس يعني مو أهل البلد، ما قالوا ما يهمهم على اللي يصير بالعراق، من تعرض العراق للجفاف، تعرض العراق للكثير من الأمور. لكنه إحنا جاي نشوف المواطن العراقي اليوم جاي يعطش، الحيوان جاي يموت،
ولا كانما. فيا اخي احنا ما نبني امال على هذه الطبقه السياسيه. احنا يا استاذ أفند يعني صراحه ما اعتقد كل عراقي اليوم كل العراقيين يعرفون بانه هذه الطبقه السياسيه هي ماجور. نعم. فالشخص الماجور ما ينفذ طلبات اهل البلد. نعم. ينفذ طلبات اسياده اللي هو يشغلهم. فاحنا ما نبني امالنا على وجود هذه الطبقه السياسيه، والا لو كانت عندنا طبقه سياسيه حريصه على هذا البلد نعم كان اكو تحرك دولي يصير، المجلس الامين تحرك سياسي يصير، لكن احنا اليوم هذا ما جاي اشوف اي تحرك من الطبقه السياسيه. فيا اخي الوضع متأزم بوجود هذه الطبقه السياسيه، من قطع للمياه، قطع للكهرباء، قطع الكثير من القطاعات اللي موجوده بالعراق، لا صحه، لا زراعه، لا صناعه، هذا شنو يعني شيء بلد مثل العراق ينهدم هذا الوضع والطبقه السياسيه حاكمه؟ لا يا اخي، لانه هذول اغلبيتهم جنازيهم من دول اخرى وجاي يعملون من البلدان اللي اجوا من عندها، فهو هذا واقع الامر استاذ اسد، تحياتي لك. شكرا شكرا لك اخ عبد الرزاق. الاخ عبد الرزاق يقول العراق بلد الحضارات وكان يسمى بلاد ما بين بلاد النهرين. نعم، حتى في الاغريقيه القديمه في 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 العهد القديم او في الزمن الغابر كان اسم العراق ميسوبوتاميا، واللي تعني بالاغريقيه بلاد ما بين النهرين اللي هم دجله والفرات. ونعم حضارات العراق القديمه الاربعه اذا اريد نعتبر بابل الاولى والثانيه هي جزء، فنصير خمسه اعتمدت على المياه، والجنائن المعلقة اعتمدت على المياه، ومن يوم يومها إلى حد يومنا هذا العراق يعتمد على المياه في كثير من الأمور. فأحب أبشر الشعب العراقي إذا بقى الحال على ما هو عليه الآن فلا تمن العنبر راح يبقى، ولا الجيمر راح يبقى، ولا الزراعة العراقية راح تبقى، ولا التمر راح يبقى، لأنه عندكم ناس ما فكرت أنه تستصلح أراضي غير مستصلحة للزراعة، لا فكرت شلون تدمر الأراضي اللي هي أصلاً أراضي زراعية. يبدو أنه ما تروج إلى آلات الإعلام الحكومية من إنجازات مزعومة لحكومة الإطار التنسيقي اللي رأسها محمد الشيع السوداني سرعان ما يتم كشفها من قبل المواطن بمقاطع مصورة واللي ينشرها على مختلف منصات التواصل الاجتماعي واللي تبين لكم بالدليل القاطع كذب هاي المنجزات وزيف الادعاءات اللي يروج إلها الإعلام الحكومي. تذكرون كل زين إعلان افتتاح حول مدينة الكوت المتلكئ من 10 سنوات. هذا المجسر وثق لنا المواطن والتوثيق ما تبين لكم زيف الدعاء السوداني بافتتاح المجسر. خلونا نشوف هذا الحولي اللي افتتح السوداني قبل حوالي شهر أو شهرين، الحولي مال مدينة الكوت. هذا صار له أكثر من 10 سنوات على هذا الوضع. هذا الحولي شوفوه يطلع هنا بالتلفزيون السوداني يقول افتتحناه. هذا الحولي مال الكوت، هذا الجسر مالته مالت العمارة، هذا المجسر مالته الطريق اللي يطلع على العمارة وبعدين يمتد بهذا الاتجاه يطلع وين؟ يطلع على جسر يعبر على نهر دجلة. هذا الحول اللي قال السوداني انا افتتحته. اسمع يا شعب وشوف. هذا المواطن اذا صعد عليه بسيارته لازم يشد جناحين، ولما يوصل منك وما تشوف الا واحد شفه شفي. المشكلة أنه يطلعون ويصورون ويبينون للناس أنهم دا يشتغلون. أرد أسأل محمد الشيع السوداني، لما نطلعت قبل شهرين وصورت وقلت أنه إحنا أنجزنا مجسر حول الكوت وتم افتتاحه رسميا، ما فكرت أنه المواطن راح يكتشف زيف هذا الادعاء وراء ثانية من تصريحك؟ لأنه أنت ما دا تحكي على شيء بالإعلام، ماذا تحكي على شيء ناس ماذا تشوفه؟ جسر جسر وبمدينة الناس طابة طالعة من جوا. طبعا هذا الشيء ما يبقى بس أو ما يقتصر بس على واسط وميسان، لا يشمل أكثر من هاي المحافظة، منها محافظة ذي قار اللي وعد أمين عام مجلس الوزراء
وعد أنه تكون المشاريع الرسمية. أمين عام مجلس الوزراء حميد نعيم الغزي وعد مطلع العام الحالي إنجاز مجسر الإسكان المتلكئ من 10 سنوات خلال 6 أشهر، يعني بداية 2023، وهسه احنا بالسابع راح ينتهي، المفروض انتهى المجسر، لكن مثل ما هو علي راح تشوفون هسه سويها. فرج تراث الناصرية، مجسر الإسكان الصناعي، بعد المدة اللي أعطاها الأمين العام الدكتور حبيب الغزي أعطى مهلة، هذا الحكي قبل 4 أشهر أعطى مهلة المجسر ينجز خلال 6 شهور. أنا حلو أقول لك يا أمين العام صار العكس، بدل ما يكمل 6 شهور صار توقف، حسيت توقف 6 شهور يا أمين العام. ترى احنا هنا مو استعراض اعلامي وحقق تجاربكم، وتجي هنا تستعرض لي وتخبصون الدنيا وتالت تخلون وتروحون. هاي الفيديو وثق كلامي، الجسر متوقف صار لاكثر من 4 شهور يا دكتور حميد القزي. كافي بالعباس، مليني مليني. او هاي الرساله احب اوجهها لمحمد شاع السوداني. الجسر متوقف صار لاكثر من 4 اشهر. ليش هو خلص اصلا حتى يتوقف بعد 4 اشهر؟ المشكله انه اذا كملوا هذا الجسر ما راح يلحقون، لانه الصبغ ما تواقع كله وما نعرف الاساس ما تصحيح له. لا، هاي مشكله عندنا، مشكله عندنا بالمشاريع اللي دا تنفذها الحكومه والجهات الرسميه والشركات اللي دا تنفذ هاي المشاريع. الناس لما شافت هاي الفيديوهات حول تلكؤ المشاريع الحكومية بإنجازها، مهند عبد الرزاق على فيسبوك علق: والله العظيم هذا المجسر وراه سر كبير، 10 سنوات صار إله. قصي أبو حسن الزيرجاوي يقول: مو العمال اللي يشتغلون به 3 وبطل منهم 1، بقى بس 2 ما يلحقون، ناصب عليهم. أبو فضل يقول: المسؤول إذا ما يستحي بعد شنو الفائدة إذا ما عنده غيره على ولايته. وأبو عبد الله يقول: معجزة الناصرية يجب أن يضاف إليها الزقورة لصعوبة إكمالها. والله أهل قبل بنوا الزقورة بإيديناتهم، وبنوا الزقورة بدون آليات، وبنوا الزقورة بدون سمنت، وبنوا الزقورة بدون المواد المتطورة الحديثة، وبنوا الزقورة لما كانت أكو ناس تريد تترك أثر لهم، بحيث الزقورات موجودة بالعراق، ولحد الآن الناس يعرفون شنو هي الزقورة ولمن تتبع، فتركوا هذا الأثر. أما جماعتنا همنا تركوا أثر، مجسر 10 سنوات ما كملان لا ويفتتحوه. صباح من بغداد، حياك الله. كم سادة فعل الله حبيكم. السلام عليكم الكريمة. طبعا ملفات الفساد يعني هي لا تحصى ولا تعد بالعراق، يعني من 2003 ولحد الآن يمكن راح يصل أكثر من 2 مليون ملف فساد على الحكومة العراقية ووزاراتها بكل المحافظات وبدون استثناء، وبالذات جنوب العراق. يعني ماكو لا إعمار لا بناء لا تطور، ما حد يقدر يحاسب اللجان أو المهندسين أو الشركات اللي جاي تبني على شبيك مشاريع، وهنا احنا نعرف هي كلها مشاريع وهمية. لا. يعني 20 سنة أي إنجاز ما عندهم، أي مجمع حكومي خلنا نسميه مجمع سكني يعطوه للموظفين اللي دخلهم محدود أو الناس الكسبة أو الناس اللي ما عندهم ملوك، يعني ما عندهم إنجاز في مجال الإسكان. الطرق والجسور، شوف الحوادث اللي جاي تصير على طريق بغداد بصرة، آلاف مؤلفة من الناس ماتت بسبب سوء الخدمات الموجودة بالطرق. الجسور ما استحدثهم أي جسور جديدة، كلها بناها النظام السابق. يعني ما عندهم جسر ولا حدثهم جسر لا في بغداد ولا في جنوب العراق، وأنا أركز على جنوب العراق لأن إحنا نعرف أن الآبار النفط الموجودة في جنوب العراق أغلبيتها جاي تهرب إلى إيران ولبنان وشمال العراق، والمواطن العراقي ما إلى أي دخل بكل اللي جاي يصير. يطلع لك المحافظين أسعد العيداني وغيره وهاي الأمثال، يا أما تابع للصدر يا أما تابع العمار الحكيم يا أما حزب دعوة، وثلاث الجهات هذني كلهم فاسدين، ماكو احد يحاسبهم، لا مفتشيه ولا نزاهه ولا مجلس القضاء الاعلى اذا رفع له ملف فساد بشركه تابعه الى ميليشيات او شركه يساندها حزب ناسب مكاتب اقتصاديه او الاحزاب تشرف على هاي الشركات، ما حد يقدر يحاسبهم.
كلها أغلبيتها مشاريع وهمية، أكثر من 1300 مليار ما حد يعرف مصيرهن وين راحن سابقا. بتطلع قرارات من أمريكا تعزل 14 مصرف، جاي يهربون العملة إلى إيران. وشوف احنا الامن الوطني والاجهزه ورئيس الوزراء السوداني وغيره وغيره، وهاي الاسماء الرنانه ورجال الدين ايضا يصعدون الى منابر الجمعه ما يحكون ملفات فساد. لا. يعني هاي الفلوس شلون جاي تهرب؟ المصارف هاي شلون تهربها؟ منها ناخذ ان احنا ما عندنا بنيه تحتيه بنوا هذول الجماعه. يعني يجم بعقليه المعارضه الولائيه، المعارضه اللي تابعه الى ايران، وناس ولائيين ما يجم بعقل يريد ينتقمون، عقليه الانتقام ما يجم يريد يبنون بناء حقيقي في سبيل ينهض العراق. لا بالعكس، هم متآمرين على العراق والعراقيين، لا كرامه لا سياده للبلد. جوازنا هسه ما قبل الاخير عالميا، المشاريع كلها واقفه، الاهوار جفت، الانهر جفت، زراعة ماكو، صناعة ماكو، كل شيء ما عندنا. أي دولة هذول يسمون فيهم دولة؟ ذول لو مو الميليشيات اللي شايلة سلاح ما يبقون دقيقة. بس هي أمريكا المحتلة هي رايدتهم أن يحكمون هذا البلد اللي مع الأسف وصلونا إلى أسوأ المراحل حاليا. إحنا أنا بس أختلف وياك بشغلة واحدة بس. نعم، قلت 1300 مليار ما حد يندلهن وين. لا كنا نعرف وين، 30% بجيب السياسي و70% بحضن إيران. نعم صحيح، حتى إيران عليها أزمات اقتصادية من أكثر من 7 سنوات، شلون وقفت وقدرت تقاوم هاي الأزمات الاقتصادية والعقوبات المفروضة عليها والتومان اللي احنا نعرف $100 تسوي أكثر من 4 مليون تومان؟ وقفت الميزانية العراقية جاي تهرب لهم وساندتهم بالأزمة الاقتصادية، هم وبشار وحسن نصر الله والحوثي. هاي الميزانية العراقية جاي تروح لأربع جهات، أما المواطن العراقي وضعيته بائسة، لا كهرباء لا صناعة لا زراعة لا مياه عندنا، كل شيء ماكو، مجرد بس يطول رواتب وخلاص، أي صناعة ما عندنا. نعم نعم نعم، شكرا شكرا لك أخ صباح. طبعا دليل على كلام الأخ صباح حول العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران وأيضا الاتحاد الأوروبي، الكل يتذكر الحصار الأمريكي الجائر على العراق من سنة 90 إلى 2003، 13 سنة من الحصار. الله يستر على الحصة التموينية اللي كانت ساترة على أغلب عائلات الشعب العراقي، لأنه كان ماتوا من الجوع، وفعلياً أكو ناس ماتت من الجوع بسبب أنه ماكو واحد ساند هالبلد هذا بس، وماكو واحد مد إيده لهذا البلد. والله يخلي اللي كان ينطي فتات للشعب العراقي من الصفقات مقابل النفط العراقي. لكن لاحظوا إيران خلال 7 سنوات من الحصار والإيرانيين ماذا يحكون به؟ عندهم مشاكل داخلية، ما لنا دخل بالمشاكل الداخلية. أوكي العملة مالتهم وقعت بسبب الحصار أو بسبب العقوبات، وهذا اللي صار ويا العراق لما كان الدينار 3.5 دولارات أعلى عملة بالعالم وصار الدولار ب2000. سائقو الشاحنات بالمحافظات العراقية يعانون من انتشار ظاهرة الابتزاز وين بنقاط التفتيش والحواجز الأمنية على الطرق الخارجية وبمداخل العاصمة العراقية بغداد بالتحديد، بحيث أنه يتم فرض إتاوات على الشاحنات المحملة بالبضائع والمواد حتى يخلوها تعبر وتدخل أو تطلع من العاصمة. ومن سنوات الاحتلال الأولى شهد العراق فوضى كبيرة غيبت اسم الدولة بشكل شبه كامل، وأصبحت لا دولة بعد أن أصبحت الميليشيات تتحكم بالمعابر وبالمطارات بين المحافظات وتفرض إتاواتها بالمناطق اللي تسيطر عليها، حتى تحولت إلى واحدة من ظواهر الفساد اللي تنخر الوزارات والمؤسسات الحكومية. سيطرة الصقور تحولت، واللي هي موجودة بمدخل بغداد من جهة محافظة أنبار، تحولت من نقطة أمنية إلى محطة لاستنزاف المواطن، يقضي بها المواطن والمسافر ساعات، حتى سموها بحاصودة الأرواح ورا ما سجلت حالات وفيات لمرضى وولادات بسبب طول الانتظار من قبل العناصر الأمنية الموجودة بالسيطرة. وعديد من المواطنين أبدوا وسائقي الشاحنات أبدوا تذمرهم من هاي السيطرة والمزاجية العالية اللي يتعامل بها من يتحكم بهاي السيطرة. خلونا نشوف. أولها السيطرة بأولها معودين يا بالله عليكم، يا الحكومة حسوا بينا، كل أصحاب عوائل حسوا بيهم، حسوا بيهم يا المسؤول، يا المسؤول تجي 10 دقائق من توقف بالسيطرة
في السودان باوع باوع صار لي ايش قد امشي صار لي نص ساعه امشي باوع السنوين داك بالبلوجه ترضى انت لك عم باوع احس بهاي العالم ليش انتم تخافون الله والله ما عندكم مخافه الله دوم والقران ما عندكم مخافه الله لو عندكم مخافه الله تقولون هاي الناس شنو ذنبها باوعوله ما الله اكبر عليكم ان شاء الله ما نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل عليكم بعد شنو نقوله بعد ماكو كلام ما قلناه عليكم لك عمي الشمال جاي نطب لها هاي السراك كلها تجي من الشمال والله ماكو زحام مو القرآن إلا من نطب من الموصل لهنا لك ليش تجي والله فشلتونا فضحتونا مو جيتونا جيتوا غضب على هاي العالم هو اللي دا يحكي وسمعت اللي قاله نطلع من الأنبار نروح إلى محافظة ديالى واتهموا سائقي شاحنات القوات الحكومية المدعومة من الميليشيات واللي توقف يم نقاط السيطرات الواقعة على الطريق اللي يربط كركوك أو محافظة التأميم بمحافظة ديالى اتهموهم أن هم يفرضون إتاوات على الشاحنات الحمل المحملة بالبضائع شلون؟ بحسب حمولة كل شاحنة يعني أبو السيطرة يجي يفك الشاحنة باوع الحمولة شنو يقدر قيمتها لأنه عندهم تقديرات خاصة لكل حمولة يعطي ضريبة أو إتاوة خاصة خلونا نسمع هذا الحمل أدوية بهذه السيطرة اللي فرغنا الحمل بالقاع ولحد الآن ما حد جاي كاشف عليها من البارحة الساعة تقريبا بالدعش ونص 12 أنا واقف بها السيطرة وهاي العمال جاي تفرغ وهاي الأدوية كلها انمردت وأوراق أصولية وعينات كاملة ودخلت فحص وعشرين فحص وعشرين كتاب بيها ولحد الآن ما حد جاي كاشف على السيارة هذا رقم السيارة وهاي العمال جاي تشتغل وهاي السيارة الفرغت للأخير وهاي نتائج الدواء قلب لهاي كارتونة هذا الكارتون كله انمرد كله انمرد هذا ولحد الآن وهاي الشمس طلعت علي لحد الآن ما حد جاي كاشف على السيارة هاي سيطرت الخالص أنا هذا وضعه سيطرت الخالص هذا منو يتحمل مسؤوليته هاي السيطرة هذا تعرفون الدواء أكو أدوية ما تتحمل حر وأكو أدوية ما تتحمل جفاف وأكو أدوية راد لها حفظ خاص ينتظروها تفسد حتى يوصلوها للمواطن طبعا هذا المنظر اللي شفناه هنا لما نفرغوا الحمولات بالسيطرة إضافة إلى التأخير لبعض الشاحنات حتى يدفعون سائقي الشاحنات الإتاوة عادة اللي يتسبب بزحام كبير بالسيطرة اللي فاق من معاناة سائقي السيارات الثانية اللي ينتظرون دورهم حتى يمرون بالسرة واللي يوصل إلى ساعات طويلة بسبب الحال اللي شفناه بالفيديو الماضي خلونا نسمع شهادة أحد المواطنين اللي عالق في سيطرة محافظة ديالى خلونا نشوف شون إلى أنظار السيد وزير الداخلية المحترم لاحظوا هاي نماذج السيطرات هاي السيطرة حدود الفاصلة بين ديالى بغداد يعني ما يقدر يطبق سيارة ويفتشها ها حاصر العالم ولا شنو ايه ها شوفوا حاصرها والله شنو يريد يسوي ازدحام على السيطرة حتى يبتز العالم ها شوفوا الوضعية شنو هذا اللي عنده بريق اطبق السيارة قل له اطبقها على صفحها وفتش خلي العالم تمشي السير ماشي طبعا لو كانت الدولة تحترم نفسها المفروض اكو مسرب للسيارات الخاصة واكو مسرب للشاحنات واكو مسرب للباصات حتى ما يصير هذا الازدحام هاي رقم واحد رقم اثنين اللي قال المواطن هنا صحيح تريد تفتش حقك حبيب قلبي تتدلل تأمر أمر بس قل له أطلع من المكان أطبق على صفحة أنزل بالتفتيش أما توقفها بالبوابة وأكو ناس وراك ينتظرون زين سؤال إذا واحد شايل مريض وده يريد يطلع بيه من ديالى لبغداد ده يريد يعالجه هناك وبسبب توقفك هذا مات بالسيارة ووصل ليمك
شو تقول له؟ شايل جثة بدون أوراق رسمية وتعتقله؟ لو شو تقول له؟ اعذرنا مريضك مات؟ لو شو راح تسوي أنت؟ الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. وأول تعليق موجود ويانا من فيسبوك محمد حماد يقول حكومة فيسبوكية كل خير ما بيها. الحاج أبو محمد السروري يقول شو وقت العراق يتعافى من هاي الأمراض؟ أبو نجم الدراجي والله هاي جريمة من قبل الحكومة بحق هالمساكين سواق الشاحنات. وعبد الحي يقول متعمدين يسوون ازدحام. فكانت هاي تعليقات الناس حول قضية السيطرات ومعاناة الناس بالسيطرات الحكومية في مداخل المدن. أبو علي من الديوانية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي ذولا كل يصير رئيس وزراء في العراق ما مصدق صار رئيس وزراء. نعم. رئيس وزراء هو برتبة ملك. نعم. يعني من يوصل للخضراء يتحصن بعد لا يطلع منها ولا يطلع منها لا ينسى حتى ننسى نفسه انه كان جوعان ووصل لهذا المكان. نعم. يعني انا اقول رئيس وزراء السوداني انت تقول انا كنت جوعان ووصلت للخضراء. يعني لو وصلت صيت رئيس وزراء يعني انتهت بعد ما لك عقوبه من الله بعد الله ما يحاسبك انتهت. ترى ما يفيدك لا السياره ولا الاطار. تصير ادمي يعني اذكر 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 يعني انت تقول انا رجال اخاف الله اللي يخاف الله مو شو يسوي فينا اخذ لك كل شهر كل شهر اطلع لك المحافظه بالجنوب شوف الناس اللي بيها شو معاناته يكرم احذيه ما لابسه الناس انا واحد من الناس الله وكلك يعني اذا تعال نفسك كذا وين ما تريد توصل خد توصل يا اخي اطلع شوف معاناتنا احنا بالجنوب عمار الحكيم يقول الخير العراق بخير. نعم. يا سيد عمار الخير لك بس لك انت بس لك انت وحزبك الخير بعدنا عمارات بالنجف انزل بجراوي اشوف الناس لا بان يقواطي يلا والله خدعتنا بالدين والله خدعتنا يا سيد عمار والله خدعتنا والله طلعتوا كذابه والله لا تعرفون الله ولا تعرفون نفسيا ولا تحيكم علاقه بالدين من السماء للقاع. نعم. والله طاحت احنا بالجنوب لا ماي لا 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 صحة لا بس بس الضرائب وال تعالوا شوفوا هاي موظفينكم تسلب الناس تسلب تعالوا شوفوا هاي الديوانية محافظة كبراته حاطين بيد عصابات سلابة حزب الدعوة بدور المدير ناحية من حزب فلان من نعل على الضغاطكم كان تشلب بعض فانتوا ما تشلب علينا. نعم. شكرا شكرا لك أبو علي. تهالك البنى التحتية بالعراق مو بس بالشوارع وبالطرق وبالجسور والمجسرات لا بالمستشفيات همينا وحكينا عليها هواية. مستشفيات العراق الحكومية تهالك البنى التحتية بها حولها إلى مادة إعلامية أو إعلانية أو مصدر للتندر من قبل المواطن عبر وسائل التواصل الاجتماعي فتنتشر صور أو مقاطع فيديوية تظهر القطط والكلاب و حيوانات البرية اللي تسرح وتمرح بالمستشفيات بينما تبين لكم المقاطع الأخرى انعدام النظافة والإهمال خصوصا في غرف العمليات بينما تبين لكم الثانية لا الإهمال اللي يصير بحق المواطن نفسه على الرغم من الموازنات الضخمة السنوية لقطاع الصحة بالعراق إلا أن التراجع بالقطاع بعده مستمر وملازم للحكومات المتعاقبة بالبلاد وتبقى المستشفيات على حالها ما قبل عام 2003 واللي تعود بطبيعة الحال إلى ثمانينيات وسبعينيات القرن الماضي. مستشفى الخضر بالسماوة بمحافظة المثنى أكو صور ملتقطة من هاي المستشفى طلعت لكم حالة غريبة جدا. هاي الحالة أنه مواطن عنده مريض هذا المواطن اضطر ينقل ابنه من الطابق الأرضي للطابق الفوق بالدرج ببطانية ليش حتى يكمل الفحوصات اللازمة بس شنو المشكلة ماكو سدية ماكو فراش أو سرير متحرك أو كرسي متحرك إضافة كهرباء ماكو مصعد ماكو مثل الحال بالمستشفيات المتطورة خلونا نشوف Thank you.
أوجه عناية وزارة الصحة في العراق أنه تبتدع وظيفة جديدة بالمستشفيات العراقية، حمال مريض، لأنه الناس مو كلها تقدر تشيل ولدها ببطانيات، لأن أكو كبار بالسن وما بهم حيل، فيجيبوا لنا 5-6 بكل مستشفى بكل باب، عم تريد تشيل اللي فوق إحنا نشيل الكياء ولغوا البطالة همين. أما مستشفى السياب اللي افتتحها السوداني بالفترة الأخيرة بمحافظة البصرة، ورا ما كانت هاي المستشفى واحدة من المشاريع المتلكئة، تفاجأ مراجع، هذا المراجع اللي شوفوه ورايا، بعدم وجود سرنجة حقنة بلاستيكية لزرق الإبر، وهي أبسط ما ينبغي وجوده بكل المستشفيات الحكومية. وتخيلوا حجم المعاناة وإلى أي مدى وصل حجم الانهيار بداخل المستشفيات. خلونا نسمع. ماس ب 3000، برافين ب 500، وبراشتور ب 500، ايش قصار 1000، وذني عبر تيم وسرنجة ما عنده. يعني هذا المستشفى، مستشفى السياب، سرنجة ما بيه، والله نخجل ننشر هذا المقطع. بس أنا أريد يوصل المدير صحة البصرة، مستشفى السياب اللي هو مستشفى التركي التخصصي اللي يم جسر محمد القاسم، هذا جسر محمد القاسم، يم جسر محمد القاسم اللي افتتح جديد، سرنجة ما بي، ليش؟ سؤال وجه هذا الوزير الصحة والكل مدير مستشفى وكل شخص معني بهذا الجانب، ليش المستشفى التركي ما بي سرنجة؟ ولما سألتها ليش ماكو سرنجة قالت ما موجودة. قبل 3 نفس الحالة، أنا استغربت، لأن اليوم إحنا السرنجة هي أرخص شيء يحصل المواطن، صحيح شباب؟ السرنجة انت ساعدت اي مكان تطلب عليه تقول له اعطيني سرنجة يعطيك اياها ببلاش 2.25 زين، لكن اجي الصيدلية ما بيها. هذا حال المستشفيات بالعراق. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجودي انا من فيسبوك منصور علي، حكومة عايشة على الكلاوات والكذب. اما ام علي الحسيني تقول هذه هي نتائج الفساد وما خفي اعظم. مصطفى الربيعي، لم ولن ترون الخدمة من حكومة قائمة على الفساد. وأيضا مصطفى الربيعي، لا عفوا، أكو خلل عندي بالشاشة. مشاهدينا الكرام، هاي القضية اللي تشوفوها الآن بملفنا الرابع بمشاكل المستشفيات بالعراق، واللي دائما نحكي عليها ببرنامج صوتكم، واللي ديعاني من عند القطاع الصحي أسوة ببقية قطاعات الخدمات من الإهمال وسوء الإدارة بسبب عدم وجود ناس عندهم خطط للبعيد لخدمة المواطن، والفساد اللي استقر بكل مفاصل الدولة واللي نخر الدولة العراقية وسحب أموال الشعب العراقي وسرقات بالملايين والمليارات، على الرغم من كل التصريحات اللي تتكرر دائما لأي حكومة تجي وللحكومة الحالية والسابقة واللي قبلها واللي قبلها حول إتمام وبناء وتجهيز المستشفيات، إلا أنه هاي المشاريع بقت متلكئة بوقت يعاني به قطاع الصحة بالعراق من نقص بالمستشفيات والمعدات والطواقم الطبية اللي تشتغل بهاي المستشفيات، واللي فضل معظمها أن يهاجر إلى دول المهجر وخارج العراق بسبب تعرضهم إلى هجمات وتهديدات وقتل وابتزاز. الصور المتداولة من المستشفيات اللي تعلن حكومة السودان عن إعادة تأهيلها والخدمة السيئة بها صارت تعزز من فكرة لجوء العراقيين إلى السفر إلى الخارج حتى يدورون عن علاج أفضل. اللي دا نحكي شنو؟ راح تشوفون أو تسمعون أو تقرون مزيد من التفاصيل عنه بتقرير الانفوغرافيك اللي عدّى لنا قسم التواصل الاجتماعي. خلونا نشوفه. تراجع كبير لقطاع الصحة في العراق، من نقص في المستشفيات والمعدات إلى نقص الطواقم الطبية التي فضل معظمها الهجرة خارج العراق بسبب تعرضهم للهجمات والتهديدات والابتزاز. يقابل ذلك هجرة العراقيين للخارج من أجل العلاج الذي لا يجدونه في بلدانهم. مبالغ طائلة تقدر ب6 ملايين دولار شهرياً تذهب من جيوب العراقيين إلى دول الخارج من أجل العلاج في بلد أضحت ميزانيته الانفجارية حديث العالم اليوم، والضحية المواطن المغلوب على أمره والذي يعيش واقعاً مريراً نتيجة ارتفاع ثمن العلاج وعدم توفر أجهزة ومعدات طبية متطورة قادرة على علاج الأمراض المستعصية، فضلاً عن فضائح الفساد المتتالية في وزارة الصحة.
وعود السوداني بإصلاح القطاع الصحي لا تجد لها أي صدى على أرض الواقع، فحكومته التي تفاخرت بترميم مستشفى الكاظمية سرعان ما افتضح أمرها بصور الواقع المؤلم للمستشفيات الحكومية نتيجة الفساد الذي لم تسلم منه أي مؤسسة حكومية في البلاد. صور أثارت استياء الشارع العراقي تجاه استهانة الحكومة بحياة العراقيين، ومستشفيات وصفت بمسالخ للموت على الرغم من حجم الأموال التي تصرف في مشاريع إعادة التأهيل ولا يرى منها أثر. عراقيون لا يثقون بمستشفياتهم، متزاحمين بشكل غير مسبوق على الرحلات العلاجية المتجهة نحو بلدان الخارج، تزامنا مع التراجع المتزايد في الخدمات الصحية والطبية في البلاد، وتجاذبات سياسية بين القوى البرلمانية تمنع من تفعيل ملاحقات قضائية لقضايا فساد تقدر بنحو 25 مليار دولار في الوزارة خلال السنوات العشر الماضية. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. نعم، مواطنو العراق اليوم ما يحبون يطبون الى اي مستشفى بسبب انه هو يعرف كلش زين انه ماكو علاج جوا، واذا طب لواحد صاحي من المحتمل يطلع ميت، ولهالسبب كلهم دا يطلعون الى الخارج. في قضيه تعنى بالصحه ايضا، خريجو مجموعه الطبيه دفعه عام 2022 بعدهم يواصلون مطالباتهم بالتعيين وايجاد فرص عمل لهم، وراء تجاهل الحكومه مطالبهم بتطبيق القانون اللي يضمن تعيين مركزي وراء كل عام او بعد عام كامل على التخرج. الخريجون طالبوا على وسم تعيين اطباء دفعه 22 الحكومه بحل مشكله تاخير تعيينهم وعدم استمرارها بتسويف قضيتهم. خلونا نستعرض هذا من التغريدات اللي انوجدت اليوم او تصدر ترند العراق، هاشتاغ تعيين اطباء دفعه 22 على منصه تويتر الزهراء. ما اعرف ليش هاي المماطله من قبل وزاره الصحه وتاخير تعييناتنا، وين اكو طبيب سنه كامله قاعد على الطالب الطالب يشوفون بقيه الدول شلون تدلل الاطباء دلال. فرح الموسوي غردت فقط في العراق تجد الجد وتجتهد وتفني عمرك وشبابك كي تكون من أعظم المهن، ثم تعيش الواقع المرير وهو جلوسك في البيت لأكثر من عام على أمل التعيين. أهكذا تكافئوننا أطباء بلا وظيفة لأكثر من عام؟ ونور عقيل غردت إلى متى وزارة الصحة تماطل في إطلاق تعيينات الأطباء دفعة 22 بعد مرور أكثر من عام كامل من التخرج الرسمي وإطلاق الموازنة؟ إلى متى سرقة أعمارنا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. و ذو الفقار الحداد غرد يقول أكو طبيب يقعد سنة كاملة بدون تعيين، العالم كله عنده نقص بالأطباء وحضرة الوزير ما حرك ساكن، كافي مماطلة نريد مباشر. كانت هاي التغريدة والتي قبلها والتي قبلها والتي قبلها على هاشتاغ تعيين أطباء دفعة 22. مشاهدينا الكرام، مشاكل العراق هواية، لكن لما نتكلم عن الواقع الصحي، الواقع الصحي مهم لأنك تتعامل ويا حياة الناس، وحياة الناس مو هينة، حياة الناس لازم نفكر بيها. أنا ما أحكي عن السياسيين، أنا أحكي بيناتنا هسه إحنا. حياة الناس مو شغلة بسيطة، فلما نتعامل بطب وعلاج وممرض وصيدلية فحياة الناس أهم شيء. أما ذولا اللي جوا يحكمون وراء عام 2003 لحد هاي اللحظة، فبينوا سنة بعد سنة وصار أكيد عند الشعب أن هم ما مهتمين بحياة الناس. فبقى الحل بديكم أنتو، راضين لو ما راضين. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر بإذن الله. في أمان الله.